مرحباً، أنا جون بيفير وأنا أتشرف بالحديث إليكم. في 31 من مايو 2010 كلمني الله وقال: بني، أخلصت في تقديم الخدمة إلى المتحدثين بالإنجليزية، أريدك الآن أن توصل ما أعطيتك إياه إلى أيدي الرعاة والقادة في جميع أنحاء العالم. ولم أفهم قصده إلا حين بدأنا هذه الخدمة، واستطعنا أن نقدم أكثر من 10 ملايين مورد إلى رعاة وقادة مثلكم حول العالم بلغاتهم. والهدف من هذه الموارد هو أن نفعل ما أوصانا به يسوع، وهو أن نذهب إلى العالم أجمع ونتلمذ جميع الأمم ونعلمهم أن يحفظوا جميع ما أوصانا الرب به. أنا أعرف شعور القادة وأقدر عملكم والجهد الذي تبذلونه والوقت الذي تقدمونه، وأعرف استماتتكم في العمل من أجل كلمة الله. لذا أريد أن أشجعكم أن تفعلوا هذا. ألقوا نظرة على ما أخذتموه وادرسوه لمنفعتكم، ثم سترون أن هناك ما يسمى بcloudlibrary.org. يمكنكم الدخول على Cloud Library وتحميل كل شيء مجاناً بلغتكم، ونريدكم أن تفعلوا هذا. اجمعوا من تقودونهم سواء كانوا شعب كنيستكم أو دارس الكتاب، واجعلوهم يدخلون على cloudlibrary.org ويحملون كلهم هذه الموارد، ثم ألقوا نظرة عليها معاً كمجموعة. إذا بنينا كنائس قوية سنغير مجتمعاتنا، إن بنينا كنائس قوية فلن تهلك شعوب مجتمعاتنا هلاكاً أبدياً. مات يسوع من أجل خطايا العالم كله، ويتضمن هذا مجتمعك أيضاً. تذكر، فكر في طرق مبدعة لعمل دراسات مثل الشهادة. حين ينتهون من جزء دراسي أعطهم شهادة، قل لهم إنهم تخرجوا من هذا المنهاج، وساعدهم ليقدروا أن ينموا في معرفة الله. اخلق فيهم جوعاً للنمو في معرفة الله، لأنه إن تغير تأثيرهم على من حولهم سيتغير مجتمعك بشكل أسرع. نحبكم جداً في ماسنجر انترناشونال. تمتعوا بالموارد.